تماماً، لكن كانت المنافسة أكبر مع طاهرة التي شاركت مع غادة عبد الرازق هذه السنة في مسلسل سلطانة المعز. دورها اختلف هذه المرة ووصف بالجريء وواجهت بسببه بعض الانتقادات. فين الجرأة؟ شنو هو اللي شافوه جريء في مشاهدي؟ وخايفة قوي من رد فعلهم لو عرفوا أي حاجة. الانتقادات طالتها في مشاهدها مع محمد لطفي في غرفة النوم وفي المطبخ، واعتبرها البعض غير لائقة بفنانة نجحت في تجربتها الغنائية، وكذا في دورها رمضان الماضي مع أحمد السقا في ولد الغلابة. لكن طاهرة جسدت دور شقيقة محمود عبد المغني التي تساعده في مخططاته الإجرامية وتقوم بالسيطرة على محمد لطفي بالإغراء الجنسي. هناك من اعتبر أن الدور طبيعي ومهم وليس مقصودا منها الإغراء، وآخرون اعتبروا أن طاهرة ليست في حاجة لهذا الدور لتحقق انتشارا عربيا أكثر. تواصلنا معها وردت على كل من هاجم دورها منذ بداية المسلسل، لكن طاهرة استغربت من هذا الجدل. أنا فاش كنقول على مشاهد جريئة كنقصد بها أنه أنا شفت الأحضان والبوس والقبل وإلى آخره، ولكن هادشي راه ما كانش موجود في المشاهد ديالي. يعني فين الجرأة؟ وقالت أنها تتعلم من الانتقادات البناءة. الانتقادات ولفتها، تعودت عليها، تعلمت ناخذ منها اللي طور من عملي وشخصيتي، ونخلي اللي كينتقد من باب الحقد والغيرة أو لأنه كيدعم فنان تاني. وتقول طاهرة أن دورها مختلف على ما قدمته سابقا. هو كان مختلف، وهذا هو المطلوب من الفنان، أنه دائما يكون مختلف، وأنه دائما يجدد ويطور من نفسه لنفسه وللناس اللي كتبغيه واللي كتشجعه. كان تحدي ليا أني نأديه مزيان. جمهور آخر وصف أن طاهرة سرقت الأضواء بدورها، وهي تقول أنها سعيدة بالتمثيل مع غادة عبد الرازق. كلمة سرقتي الأضواء كبيرة بزاف، خصوصا أني كنت كنشتغل مع فنانين موهوبين وأسامي كبيرة، وعلى رأسهم الفنانة فينوس الدراما العربية غادة عبد الرازق، اللي ما يمكن لحتى شي حد أنه يسرق منها أي ضوء. هي دائما على القمة، وكنتمنى لها من كل قلبي أنها دائما تبقى على القمة. كنت فرحانة بزاف، والله العظيم كنت فرحانة وطايرة بالفرحة لأني كنشتغل معها. تعلمت منها بزاف الحوايج كنشكرها عليهم، كنحبها. ولكن هل ستتخلى طاهرة على الغناء مقابل التمثيل؟ لا، مستحيل نخلي الغناء، مستحيل. الغناء في دمي، ما نقدرش نتخلى عليه. بالعكس، عندي بزاف الأغاني المصرية والمغربية والعراقية جاهزين، ولكني أجلنا بسبب الظروف اللي كيمر بها العالم. طبعاً طاهرة شاركت برنامج ستار أكاديمي، ومن نجومه المتألقين حالياً في الساحة الفنية.